رياض محرز يستعيد لتنفيذ هذه المخالفة. حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. أجمل عبارات المعلق حفيظ دراجي في السنوات الأخيرة: لو قلبك ضعيف أو دموعك قريبة فما تكملش الفيديو ده علشان هتتأثر، يعني هتتأثر. فمناديلك في إيدك وإيدك على عينك، ويلا بينا نخش في التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حجازي. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ أي فيديو، ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في الموضوع. وأول عبارة معانا النهاردة اللي لسه مأثرة فيها شخصيا لحد دلوقتي: حطها في الجول يا رياض. لو حطيتها في الجول يا رياض، يا رياض، مخالفة على خط 18 اسماعيل بن ناصر لرياض، الكرة في المخالفة. يا سلام، هل ستدخل عندي دولار ام تخلي رياض ولي نفذها؟ يا جمال خلاه بعد ولي، يقول لهم جمال خلوني يقول لهم جمال. رياض محرز والكرة الأخيرة في 90 دقيقة، رياض محرز وكرة الهدف الأول ثاني. يا سلام، رياض يستعد، القلوب كلها معلقة ووقفة هنا. يا سلام عليك يا رياض لو تخلصنا من الوقت الإضافي، يا سلام يا رياض لو تخلصنا من الوقت الإضافي. يا رياض لو تفعلها، يا رياض لو تفعلها، يا رياض لو تفعلها. المخالفة بين رياض محرز ويوسف بليلي هي الكرة الأخيرة والفرصة الأخيرة. الحكم يقول لكم كصما لازم تحترموا المسافة القانونية. غير محترم المسافة سيد الحكم، غير محترم المسافة سيد الحكم. رياض محرز يستعيد لتنفيذ هذه المخالفة. حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. با 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 جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه الجزائر التي تنتصر، هذه الجزائر التي تخسر ولا تنكسر، هذه الجزائر التي تنتفض ابنائها من اجل بنائها، الجزائر التي تبكي اولادها، التي يبكي اولادها من اجلها، ويمارس لاعبوها الكرة بارجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وشرايينهم وجوارحهم. الجبابرة فعلوها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، تحيا الجزائر. الله اكبر، الله اكبر، تحيا الجزائر. هذا هو الرياض اللي قلت عليه مع رجلا بالكرة في اصعب الظروف، يكتب التاريخ عناصر المنتخب الجزائري. نعم، يكتبون التاريخ عناصر المنتخب الجزائري. كتبنا التاريخ سنة 90 ونكتبه 29 سنة من بعد. من أراد أن يبكي فليبكي، من أراد أن يبكي فليبكي فرحا، فليفعل، لأنه سيكون بكاء الرجال، بكاء الفرسان وليس بكاء الخذلان. يا سلام، من أراد أن يبكي فليبكي فرحا واعتزازا وافتخارا برجال الأبطال. شرفونا وفرحونا ورفعوا راسنا مثل ما يفعل شعبنا في الظروف الصعبة. هذه المكانة التي تستحقها الجزائر، التي تستحقها الجزائر وشأناس. هذه الجزائر التي نريدها. عندما تخسر لا تنهزم، وعندما تفوز وتنتصر لا يسكنها الغرور. انا مش عارف انا بدات ازاي بالفيديو ده في الاول، هكمل انا ازاي دلوقتي. مقطع رهيب وجميل جدا، حاجه مؤثره فعلا، حاجه تحرك الحجر. وتاني مقطع معانا النهارده حفيظ دراجي من كابينه التعليق في مباراه نهائي امم افريقيا. بغداد، راح بغداد، راح بغداد، راح بغداد، راح بغداد. رياض من هنالك، رياض يا بغداد، وجول، جول، رياض، 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 جول، 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 رياض يا بغداد، رياض، جول. بغداد بنجاح يفعله جول. يا له من بداية ويا له من سيناريو، جاءت من السماء هذه الكرة. تقدير الحكم ما هو؟ اعتقد لما راح يصفر هيرفضها، اعتقد راح يقول ليس هناك ضربة جزاء. يا سيد الحكم، 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 ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها. العب، 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 ما راحش يصفرها. العب، العب، ما راحش يصفرها. العب، العب، ما راحش يصفرها.
تحول المباراة. ها هي نقطة تحول المباراة، قال الحكم العب، هذه هي نقطة تحول المباراة. أعطوني الكرة يقول حكم اللقاء، أعطوها لي، أعطوني الكرة يقول حكم اللقاء. خلص يا رئيس، يا سلام، فزنا في يوم جمعة يا ناس، هو يوم أعظم أيام الله، فزنا في شهر جويلية، أشهر شهور الجزائر والتاريخ، إنه شهر الاستقلال الذي فزنا فيه على أرض طيبة، كانت فعل خير على الجزائر. يا سلام، فعلها بمدرب كان الخيار الأخير، لكنه من أخرجه من غرفة الإنعاش إلى سماء المجد. يا سلام. ومن الأرض الطيبة دي يا كابتن حفيظ دراجي بقول لك مليون ونصف تحية ليك ولكل أهلنا في الجزائر. إيه الروح والحماس اللي عند كابتن حفيظ دراجي دي وهو بيعلق على المباراة؟ اللعيبة بتاعتنا في الوطن العربي لو عندها ربع الروح والحماس دي كنا فوزنا في كأس العالم من زمان. وتالت جملة معانا النهاردة حابب أشكر كابتن حفيظ دراجة عليها، تعالوا بينا نسمعها ونرجع تاني لبعض. خضر الليلة كنا نستمع منذ لحظات بعد النشيدين الوطنيين للجماهير الجزائرية المقدر عددها بحوالي 3000 مناصر وهي تحتف الشعب يريد لكم تفريق، معناها الشعب يريد كأس أمم إفريقيا التي تغيب عن خزائن الجزائر منذ 29 عاما منذ سنة 1990. تشكيلتي الفريقين، نبدأ بكينيا الفريق الضيف لأننا نلعب في على أرضنا هناك في القاهرة، ما تصيف الحراسة نبدأ بتشكيلة الفريق الضيف لأننا بنلعب على أرضنا. فعلا يا كابتن حفيظ، مصر بلدك وبلد كل جزائري، بشكرك جدا من كل قلب. ومن الحماس والمشاعر الراقية ونروح لقضيتنا الأولى، فلسطين. كابتن حفيظ دراجي ما كانش ينفع ينسى فلسطين أثناء تعليقه على أحد مباريات دوري أبطال أوروبا. سيكون فيه فريق إنجليزي أكيد في انتظار معرفة البقية. مرحبا بكم إلى المتعة والإثارة اللتان ستحضران أكيد في مباراة اليوم على مدى 90 دقيقة أو أكثر، نتمناها كلها فرجة لمشتركين في كل البلاد العربية وخاصة بالنسبة لجماهيرنا الصامدة والمرابطة في قطاع غزة والأراضي المحتلة الذين نتمنى أن يتمكنوا من مشاهدة هذه المباراة الكبيرة كاملة دون انقطاع للكهرباء كما تعودوا، مثلما نتمنى لهم كل التوفيق في مسيرات العودة الكبرى إلى الأراضي المحتلة منذ سنة 48. تحياتنا لكم أيها الأبطال وأمنياتنا لكم بمزيد من الصبر والصمود وفرجة ممتعة في مباراة اليوم. على ذكر الصمود، فإن مباراة اليوم عنوانها الصمود من جانب ليفربول والسعي نحو. فعلا الكرة مش مجرد لعبة، الكرة رسالة. ومن المشاعر الطيبة والحاجات المؤثرة ونروح بقى للحاجات المفرحة، ميسي استلم، مرر، توغل، سدد، راوغ، سجل، جول جول جول. تقل بأنه تصنع الفارق فقط بأهدافها وبمهاجمها بلعبها الهجومي، تصنع الفارق أيضا بمنظومتها الدفاعية. الريال شوف كيف منظم كما ينبغي. راكيتيتش، لا لا لا، بابا بابا، جول. يا سلام عليك يا ليو 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 ليو، انت ساحر وبارع وماهر يا ليو. استلم، مرة توغل، راوغ، سدد، سجل، جول. ليو ميسي عدل النتيجة للبارسا عند الدقيقة 33 بعد 6 مواجهات متتالية في الكلاسيكو لم يسجل. ومن ميسي الى المزة، قصدي رئيسة كرواتيا، كم نحن في حاجة الى من يشعر بنا. كبير بين الرئيس وبين الرئيس الآخر اللي هو قائد المنتخب. كم نحن بحاجة إلى لمن يشعر بنا ويتفاعل معنا ويحزن ويفرح معنا. صحيح أن الملك إنسان والأمير إنسان والرئيس إنسان والرئيسة إنسانة كذلك، لكن عندما يشعرون بنا نشعر بإنسانيتنا. طبعا تفاعل كبير بين الرئيسة وبين التي لا تزال تصنع الحدث بها كرسول في تقديرهم وفي تقديرنا كذلك. وفقوا في هذه المباراة النهائية. وانت أجمل وأروع إنسان يا كابتن حفيظ دراجي، بشكرك من كل قلبي على الكلام الجميل اللي سمعناه في الفيديو ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنسوش تدعموا الفيديو ده باللايك والشير علشان اليوتيوب يقترحه وينتشر على أوسع نطاق. وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.